السلام عليكم شباب، معكم ماكو. عندنا حلقة ثانية حق بار بي جي اس. هاي الحلقة اللي أذكر فيها أهم أخبار العاب اللي تطلع معنا مثل ما عودكم ومثل ما تعرفون إن كل خبر أتكلم عنه يكون الرابط ماله في الوصف علشان تشوفون كل الأخبار. قبل أبدأ الحلقة اليوم حاب أقول لكم إنه أنا اليوم إن شاء الله مسافر لفرنسا عشان أغطي معرض بارس جيمز ويك، وعلو بعد رايح حق دبي بيغطي أكثر من معرض، فنسون تدعمونا وتعطونا لايكات وتتابعونا على إنستغرام وفيسبوك وتويتر بعد عشان تعرفون على آخر الأخبار. نبتدي الحين. أول خبر بتكلم عنه اليوم عن خريطة الزومبيز حق لعبة بلاك أوبس 3 واللي هي ذا جاين. طبعا هالخريطة طلع لها عرض يروينا شلون اللعب شوي في العاد، يرويكم الخريطة والأسلحة والزومبيز وغيرها. طبعا هاي الخريطة راح تحصلونها لما تاخذون السيزن باس الخاص في اللعبة. إذا حابين تشوفون العرض كامل ضغطوا على الرابط اللي في الوصف. حق الناس اللي كانوا يسألون عن السيزن باس في لعبة بلاك أوبس 3، طبعا اللي عارفه ان السيزن باس راح يجي مع 4 حزمات خرائط، هاي الشيء متعودين عليه. الشيء الحلو انه راح يكون في خرائط تم اعاده تصميمها، خرائط من بلاك أوبس 1، بلاك أوبس 2 وبعد وورلد أت وور. انا شخصيا اتمنى اشوف خرائط وايد حق لعبة وورلد أت وور، اتمنى اشوف كاسل، اتمنى اشوف كليف سايد، اتمنى اشوف سيلو اكثر من خرائط لان اللعبه لها ذكريات وايد. والشيء بعد اللي عرفناه انه مع سيزن باس بتحصلون خريطه زومبيز ذا جاينت، وبعد للاسف ان السيزن باس ما راح يكون متوفر على اجهزه الجيل القديم بالتحديد الاكس بوكس 360. في بعد فيديوين حق لعبة بلاك أوبس 3، عندي اخبار بلاك أوبس 3 وايد اليوم. اول فيديو اللي هو شركة ترايرك حطت فيديو في اليوتيوب يرويكم تاريخ الزومبيز في لعبتها. طبعا الزومبيز بدا من لعبة وورلد أت وور، ومن هاي الشيء بدت سلسلة ناجحة وبدا كل من يتحمس حق الزومبيز اكثر. فحطوا لنا عرض يرونا شلون كانت بداية الزومبيز لما شوي شوي شلون تطورت الاسلحة والالغاز والخرائط وغيرها. بعد العرض صراحة حلو. وبعد في عرض طبعا شركة ومطعم هارديز تعاقدوا مع شركة اكتيفيجن، فسووا لنا عرض حلو بعد حق المطعم هارديز اللي هو كورز جي ار في امريكا. تشوفوا العرض لان اكيد بيعجبكم. في عرض بعد طلع حق لعبة جاست كوز 3 بس باللغة العربية لكن باللهجة اللبنانية. العرض صراحة يضحك، اعتبره تشوف العرض اكثر انه بدال ما يستخدمون اللغة الفصحى يحطون لهجات شوي، يمكن تشوف مثلا لهجة بحرينية في عرض بس هاي العرض في لهجة لبنانية فتشوفوا. خبر حلو حق محبين لعبة فول اوت 4، ترى خلاص لعبة فول اوت 4 وصلت للمرحلة الذهبية، اكدت هاي الشيء بتزدا. طبعا اذا وصلت للمرحلة الذهبية يعني خلاص تطوير اللعبة اكتمل وما باقي شيء على ما اللعبة تصدر، هي بتنزل تاريخ 10 نوفمبر. يمكن للحين في ناس يلعبون لعبة جوت سيميوليتر، طبعا هاي اللعبة راح يكون لها محتوى جديد تضامنا مع لعبة اي ام برود، بيكون في طور اسمه رامباج. ما قالوا ولا شيء عن المحتوى اكثر ولا حطوا لنا عرض، بس قالوا انه راح يدمجون بعد معاها اي ام بريد. فهي كانت الحلقه حق اليوم، اتمنى عجبتكم الحلقه والاخبار مثل ما قلت لكم ان كل شيء تكلمت عنه الرابط ماله في الوصف، فتابعونا على فيسبوك انستغرام وتويتر لان بيكون عندنا اخبار حلوه وايد هالاسبوع، وكل اسبوع ان شاء الله يكون عندنا اخبار حلوه. كان معكم ماكو، شاكر لكم المتابعه، مع السلامه.